مرحبا. اهلا وسهلا. شلونك؟ الله يسلمك. شو الاخبار؟ والله بخير الحمد لله. ابو منو؟ انا ابو مهيم. ابو مهيم حياك الله. ابو الله يسلمك. ابو مهيم صار لك ايش قد متزوج؟ انا تقريبا صار لي 25 سنه. هي 25 سنه؟ اي. لا ابو مهيم زواجك كان عن حب لو تقليدي؟ لا عن حب. والله والله. شلون سولف لنا؟ والله شلون تعرفتوا؟ انا اقول لك شلون تعرفنا. جيران. 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 كنت حايط على حايط. ايوه اخوها كان صاحبي اسمه حجي. ايه؟ فالحمد لله والشكر يعني صارت القسمه. اوكي. ايه الحمد لله. تقريبا 5 سنين علاقه. او 5 سنين اخذها. ايه ابوها يدري لو ما يدري؟ لا ما يدري. شنو صدق؟ والله كان سوى بي نادره. اول ما تقدمت وافقه؟ لا 7 مرات. يلا 7 مرات. ايه 7. ليش؟ شنو الاسباب اللي كانت تخليهم يرفضوه؟ ما اعرف ما اعرف يعني. هي ما اعرف يعني يتاكدون انه انت فعلا تحبها. ايه ايه. والله والله هم يعني كانت علاقتي وياهم كلش قويه وانا 24 ساعه يمهم ما شاء الله. فيعرفون في يعرفون في الحمد لله. الحمد لله يحبوكم. ما يموتون علي ولحد الان. انا عندي عمي صديقي يعني صديقي وكلهم اصغر يعني اصغر. اي ابو زوجتي. جيراتكم صداقه مو هو ابو زوجتك؟ لا لا صديقي يعني حبيب. انا حتى اخو يعني ولده واصغر واحد بيهم يعني يموت علي يحبني حيل. حلو الحمد لله والشكر يعني ما كل طيب وياهم. اذا اجتك 100 مليون هديه وين توديهم؟ 100 مليون؟ اي يعني اسوي مشروع بيها مثلا. واقدر انا يمكن اكو هواي من جماعتي يعرفون بي. انا احب اساعد هواي. والله العظيم الحمد لله والشكر. يعني الف الحمد لله. تبرعين كلهن؟ لا مو كلهن. يعني اللي اقدر عليه حتى اقدر انا معيشه لي يعني. والباقي وين توديه؟ الباقي هو يعني قلت لك يعني انه اساعد بيه اللي اقدر. اكو ناس فقراء اعرفهم اساعدهم. لمن تقول مشتاق؟ اني؟ مشتاق يعني حيل حيل. يعني علاقتك طيبة بأمك؟ موت عليها. شنو تعني لك؟ أم روحي من الدنيا. والله والله العظيم كلهم وأنا ما أكره أحد. يعرفون قرايبي كلهم أخوار. كلهم إيه عندي إيه. عنده اثنين. الله يسلمك. حياتنا لوالدك. الله يسلمك يحفظك. لا الحمد لله طيب وخير وبركة. أنت الشرف. أنا أشكرك حبيبي محمد.